بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بأسر مهندسي الصواريخ الألمان للاستفادة منهم. ومع زيادة احتدام المنافسة في التقدم التقني بين الأمريكان والروس، بدأ السباق من يصل للفضاء أولا في منتصف الخمسينات. ونجح في ذلك الاتحاد السوفيتي عندما أطلق ساتلايت سبوتنيك كأول ساتلايت يدور حول الأرض في الرابع من أكتوبر من عام 57. الأمر الذي زاد احتناق الأمريكان، فحشدوا الجهود حتى استطاعوا إطلاق مركبة إكسبلورر 1 بعد النجاح الروسي بأربعة أشهر. استمر بعد ذلك الروس بإطلاق الرحلات الفضائية الناجحة، وأرسلوا رائد الفضاء يوري جاجارين كأول إنسان يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض على متن مركبة فوستوك 1 في عام 61. هيمنة الروس كانت جلية، حتى أتى الرئيس الأمريكي جون كينيدي الذي اهتم بهذا الجانب ورفع سقف الطموح بعد إعلانه على الملأ بأن الرحلات الفضائية لن تقتصر على الدوران حول الأرض فحسب، بل الهدف هو إرسال الإنسان إلى القمر قبل نهاية الستينات. فبدأ مجلس الكونغرس الأمريكي بضخ الأموال لوكالة ناسا حتى وصلت إلى أعلى مستويات ميزانياتها في تلك الحقبة. فأطلقت ناسا برنامج أبولو عام 61 المخصص لإرسال الإنسان إلى القمر لأول مرة بتاريخ البشرية. برنامج أبولو استمر لأكثر من 10 سنوات ولم تكن بدايته موفقة أبداً. فقبيل إطلاق مهمة أبولو 1، اندلع حريق في الكبسولة الرئيسية أدى إلى وفاة رواد الفضاء الثلاثة. هذه البداية المفجعة لم توقف إصرار الأمريكان، فبعدها بعشرة أشهر تم تجربة صاروخ ساترن V العملاق الذي سيحمل جميع مهمات أبولو المخطط لها، وتكلل الإطلاق بالنجاح. 5, 4, we have ignition. بعد ذلك استمرت مهمات أبولو في اختبار الكبسولة التي ستقل رواد الفضاء وطريقة انفصالها من وحدة القيادة، حتى أتت مهمة أبولو 11. في 16 من يوليو لعام 69، ها هو صاروخ ساترن V العملاق محملا برواد الفضاء الثلاثة. كانت الأعيان تترقب والشاشات ترصد حتى اشتعلت المحركات وانطلق الصاروخ وغادر غلافنا الجوي متجها إلى القمر. وبعد مرور أيام وصلت الكبسولة المحملة برواد الفضاء إلى مدار القمر، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، فقد أظهر الكمبيوتر رمز خطأ لم يعرفه رواد الفضاء. فسارع الرواد إلى إخبار مركز القيادة وسط أجواء متوترة، خوفا من فشل المهمة أو أسوأ من ذلك ارتطام الكبسولة بسطح القمر وحدوث كارثة. لكن مركز القيادة أمر رواد الفضاء بتجاهل إنذار الكمبيوتر وإتمام العملية. فحطت الكبسولة القمرية رحالها على القمر بنجاح، ووضع رائد الفضاء نيل أرمسترونغ قدمه على سطح القمر قائلاً: خطوة صغيرة لرجل، لكنها قفزة ضخمة للبشرية.
طابت أوقاتكم يا أخوان. عمرك تسألت كيف استطعنا الذهاب والعودة من القمر؟ بداية دعونا نرى الأمور من منظور وسيع، فنحن نقط على كوكب يحبنا جدا، ففي كل مرة تحاول القفز عاليا يسحبك إليه رافضا التخلي عنك. وتماما مثل منتديات الحب والهيام، فإن هذا الود الفيزيائي له مقياس أيضا، فتسارع جذب الكتل إلى سطحه يساوي 9.81 متر لكل ثانية تربيع. هذا المعدل بالجذب له نطاق حول الأرض، فكلما ابتعدنا عن سطح الأرض كلما قلت الجاذبية. فلو استخدمنا مدفعا موضوع على قمة جبل شاهق يحاذي هذا النطاق وأطلقنا قذيفة، فإنها ستسقط بعد مسافة معينة بسبب تأثير الجاذبية. ولو زدنا قوة المدفع فإن القذيفة ستقطع مسافة أكبر. ولو كانت القذيفة قوية بشكل كافي لتحاذي نطاق الجاذبية لاستدارت حول الأرض وضربت المدفع. فكمية الحركة التي حملتها القذيفة من المدفع قاومت الجاذبية الأرضية فاستمرت بالدوران. وهكذا بالضبط ما يحدث للأقمار الصناعية، فهي تدور بسرعة كافية مقاومة جاذبية الأرض فتصبح كأنها في حالة سقوط دائمة. المسألة يا رفاق تكمن بموازنة كمية الحركة، فلو قلت سرعة القمر الصناعي لوقع في الأرض، ولو زادت لخرج من نطاق جاذبية كوكبنا تائها بالفضاء، أو قد يؤول به المطاف إلى أن ينجذب إلى جسم سماوي آخر، فكل جسم في كوننا البديع يملك نطاق جاذبية. وحتى نتغلب على الجاذبية ونصل إلى المدار المطلوب نحتاج إلى قوة عالية جدا تدفعنا إلى أعلى، وهنا يأتي دور صاروخ ساترن في العملاق. يبلغ طوله 110 أمتار، مما يجعل طائرة إيرباص A380 العملاقة تبدو صغيرة مقارنة به. يتكون هذا الصاروخ من 3 مراحل رئيسية. الجزء السفلي مزود بالمحركات الأساسية التي ستقل هذا الصاروخ العملاق. يعد محرك الروكيت داين F1 يا رفاق أقوى محرك صاروخي ذو فوهة واحدة ويعمل بالوقود السائل صنعته البشرية حتى الآن، فهو قادر على توليد قوة دفع مقدارها فوق 6000 كيلو نيوتن عند مستوى سطح البحر، وهنالك 5 منها مزودة بهذا الصاروخ العملاق. ولكن تتخيل يا صاحبي بأن مجموع قوة الدفع التي تولدها هذه المحركات تعادل تقريبا قوة وزن 2600 سيارة كوريلا. بعد أن ينطلق الصاروخ سيستمر الجزء السفلي بالعمل لمدة حوالي 2.5 دقيقة، سيصل عندها إلى ارتفاع 67 كيلومتر. بعدها سينفصل الجزء السفلي لتبدأ المرحلة الثانية بالانطلاق. الجزء الثاني مزود بمحرك أصغر يدعى J2، وهنالك 5 منها، وقادرة على توليد فوق 5000 كيلو نيوتن في الفراغ، يعني بمقياس مركبتنا الصغيرة فإن مجموع هذه القوى تعادل قوة وزن 390 كوريلا. وعند ارتفاع 175 كيلو متر ينفصل الجزء الثاني لتبدأ المرحلة الثالثة بالانطلاق. يشتعل محرك J2 الوحيد من المرحلة الثالثة لوقت بسيط لإيصال المركبة إلى مدار يسمى مدار المواقف. عند هذا الارتفاع يتحقق الرواد من سلامة كافة الأنظمة لفترة قصيرة قبل إشعال المحرك لزيادة السرعة والانطلاق إلى القمر في مناورة تسمى Translunar Injection. وفي طريق الصاروخ للقمر تنفصل المرحلة الثالثة لتكشف لنا المركبة القمرية التي ستحط رحالها على سطح القمر، ثم تتصل مع مركبة الأوامر والخدمات وتنطلق إلى القمر. التوقيت مهم جدا في هذه الرحلة يا رفاق، فعند اقتراب المركبة من القمر يجب أن يتقاطع مسارها مع نطاق جاذبية القمر لكي تدخل مجاله وتدور حوله. بعد ذلك تأتي اللحظة المنشودة، فيستقل 2 من رواد الفضاء المركبة القمرية التي ستنفصل، ويتبقى 1 مستقلا من مركبة الأوامر والخدمات التي ستستمر بالدوران حول القمر. أما المركبة القمرية فستبدأ بإشعال محرك الهبوط والذي يعمل بشكل معاكس لحركتها لتكمح جماح سرعتها
فتنجذب للقمر وتهبط على سطحه. وبعدما ينتهي الفريق من جمع العينات يحين الوقت للعودة للأرض. المركبة القمرية مزودة بمحرك يرفعها إلى أعلى، وبما أن جاذبية القمر تعادل سدس ما نتعرض له على سطح الأرض، فإن المركبة لن تحتاج إلى محرك جبار للتغلب على الجاذبية والوصول إلى مدار القمر. فعندما ترتفع إلى مدار القمر وتريد الوصول لمستويات مركبة الأوامر والخدمات لترتبط بها، فستضطر إلى إشعال المحرك لمرات عدة لزيادة سرعتها والوصول إلى المدار المطلوب. فالمحركات في الفضاء لا تستهلك بشكل مستمر، إنما تشتعل لوقت معين لتدفع المركبة ثم تتوقف. بعدما ترتبط المركبة القمرية بمركبة الخدمات والأوامر، ينتقل الرواد إليها حاملين معهم العينات التي جمعت من القمر، ثم تنفصل المركبة القمرية مودعة الرحلة. العودة للأرض ستكون بنفس مناورة الذهاب، فالمركبة ستشعل المحرك لزيادة سرعتها والخروج من نطاق جاذبية القمر لتدخل في نطاق جاذبية الأرض. عندما تصل المركبة إلى مدار الأرض، تنفصل مركبة الخدمات لتبقى مركبة الأوامر التي يقطن فيها الرواد الثلاث. الدخول للأرض يعد أصعب مرحلة في الرحلة، فهذه الكبسولة الصغيرة ستتعرض لكمية حرارة عالية جدا نتيجة احتكاك الهواء، ولذلك فإن الكبسولة مزودة بدرع حراري يحميها من الانصهار. بعد اقترابها من البحر تطلق المظلات لتأمين هبوط يسير للرواد. بعد وصول رواد الفضاء إلى سطح الأرض، استقبلهم الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون من وراء حاجز، فالرواد تم حجرهم صحياً للتأكد من عدم تعرضهم لأي وباء صادر من القمر. Neil, Buzz and Mike, I want you to know that I think I'm the luckiest man in the world. And I say this not only because I have the honor to be President of the United States, but particularly because I have the privilege of speaking for so many and welcoming you back. هذه الرحلة يا رفاق التي فتحت أبواب العلوم للبشرية تمت قبل 52 سنة. وقتها كانت تصمم المركبات والمحركات بالمساطر والأدوات البدائية. فعندما تتجادل مع أحدهم حول كروية الأرض ويندد بأن الناس وصلوا للقمر وأنت لا تزال تؤمن بأن الأرض مسطحة، فاعلم بأنه محق.